السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونون كلكم خير وصحه وسلام. بهذا الفيديو راح يتم اجابه على احد الاسئله المتابعين لعزاء اللي يقول بالسؤال: سويت سماد البطاطا، فورت قشور البطاطا ومن بردت سمدت بيها النباتات بالليل بس بدون تخفيف، اشو هسه الكاردينيا ذبلت الاوراق ويبست ورد المينيا همين ذبل، شو العلاج هسه؟ خاف يموتن لانه الاوراق صارت سود. المشكله هنا انه اللي صار انه تم استخدام سماد البطاطا من خلال صنع بالبيت، قام بتوفير او غلي قشور البطاطا، واول ما برد المحلول قام بتسميد النباتات فترة الليل لكن من دون ما يتم تخفيف المحلول، وتم تسميد نبات الكاردينيا ونبات المينيا، وبالصباح ذبل الاوراق. و يعني السؤال هو: ما هو العلاج قبل لا يموت النبات؟ فيبدو أنه استخدام قشور البطاطا كسماد أثر على النباتات بشكل سلبي، وقد يكون قشور البطاطا تحتوي على مواد ممكن أنه تكون سامة أو قد تأثر على النباتات أول ما تستخدموها بدون ما يتم تخفيف المحلول أو معالجته. لمعالجة المشكلة وإنقاذ النباتات إن شاء الله راح نوفر لكم عبارة عن 5 حلول تتبعوها. أول حل أنه تشطفون التربة، قوموا بشطف التربة جيدا حتى يزيلون أي بقايا من قشور البطاطا أو السماد اللي استخدمتوه. حرصوا على غسل التربة بالماء حتى تتخلصون من المواد الضارة اللي تراكمت على التربة نتيجة استخدام سماد قشور البطاطا. الحل الثاني هو تخفيف التربة، إذا كان عندكم بقايا من قشور البطاطا السامة بالتربة فحاولوا تخففوها من خلال أنه يضيفون تربة نقية غير ملوثة. ممكن أيضا تستخدمون الفحم النباتي أو الفحم المنشط حتى تمتصون السموم وتنقون التربة وتطهروها. الحل الثالث هو إزالة الأوراق المتضررة على النبات، قوم بإزالة الأوراق اللي ذبلت، الأوراق اللي جفت بشكل كامل زيلوها، لا تخافون، هذا الشيء راح يحفز النبات وراح يعطي الدعم حتى يحاول أنه يعالج المشكلة. وقد تكون ميتة الأوراق وقد يعني ما راح تستفادوا معها أبدا. الحل الرابع هو ري التربة بشكل جيد، قوم بري النبات بشكل جيد بشكل منتظم، الماء النظيف والرطوبة الملائمة راح تساعد النبات على التعافي إن شاء الله. الحل الخامس هو توفير الظروف المناسبة للنبات، تتأكدون أنه تخلون النبات بمكان يحصل على إضاءة المناسبة، درجة الحرارة ملائمة وتهوية جيدة، وأيضا تستشارون خبير زراعي إذا لا سمح الله استمرت المشكلة أو تفاقمت. من الأفضل أنه تستشارون خبير زراعي حتى يحدد الأسباب بدقة ويقدم العلاج المناسب. ومرة ثانية لا تستخدمون سماد قشور البطاطا لهذا النبات بالذات لأنه ممكن أنه ما يكون له مناسب، وبنفس الوقت أيضا استخدموا سماد يفضل أنه يكون الأساس معدة يعني من إما من الطحالب أو تشتغلون سماد نباتي من المشتل أو صنعون سماد القراص. سماد القراص ممتاز جدا وأيضا مناسب لجميع النباتات والورود المنزلية، ويعطي المغذيات اللازمة والمعادن اللازمة للنباتات والورود. وإذا حبيتوا تعرفون شلون تقدرون تسوون نبات سماد القراص بالبيت راح يكون رابط بصندوق الوصف أسفل الشاشة على فيديو سويته على طريقة عمل سماد القراص داخل المنزل للنباتات المنزلية، وإن شاء الله ننوي لكم زراعة مثمرة وناجحة وآمنة إن شاء الله. مع السلامة.